التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي مستمر في مواصله جهوده التنمويه والاجتماعيه باطلاق المرحله رقم 24 من قوافل ستر وعافيه في قريه سدس الامرا في مركز بيبا بمحافظه بني سويف. الحافله شارك فيها 19 كيان من كيانات التحالف الوطني عشان يقدروا يقدموا خدمتهم لاكثر من 30 الف مستفيد. خلينا نعرف التفاصيل في التقرير اللي جاي. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يستمر في مواصلة جهوده التنموية والاجتماعية بإطلاق المرحلة 24 من قوافل ستر وعافية في قرية سدس الأمراء بمركز بيبا بمحافظة بني سويف، وذلك بمشاركة 19 كياناً من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لأكثر من 30 ألف مستفيد. تنفيذ قوافل ستر وعافية يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف، والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لتخفيف العبء عليهم وأيضاً حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، وكذلك المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. تقدم القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين، تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات بطنة وجلدية ونساء وأسنان ورمد وأطفال وأنف وأذن وأمراض كبد، وذلك للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، بالإضافة إلى تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية بكرت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم. أيضاً يتم الكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح وخدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية. تتضمن القافلة أيضاً حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة ضمن مبادرة خيرك سابق من مؤسسات التحالف، بجانب إقامة كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس ومعرض ملابس وفصول إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك وتوزيع شنط وأدوات مدرسية. بجانب ذلك تهتم القافلة بشق التمكين الاقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى، وتهتم القافلة بالمساعدة في فك كرب عدد من الغارمين والغارمات، وأيضاً نشر ثقافة التطوع من خلال برامج غير نمطية لتدريب ودمج المتطوعين في الأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن حملة الفريق الوطني للتطوع. شارك في القافلة 19 كياناً من كيانات التحالف وبمشاركة أكثر من 3000 متطوع وموظف وتنفيذي.